مهندس من نيسان أصدر مدير أهراءات القمح موسى الخوري مذكرة حدد فيها بعض الشروط، ومنها أن على الشاحنات التي أوقفت بسبب وجود رواسب حبوب في هيكلها أن تبرز صورا عن طريقة تعقيمها. وبعد يومين أصدر الخوري مذكرة أخرى طالب فيها الشاحنات بإبراز شهادة من شركة معتمدة لتعقيم هياكل الشاحنات صادرة في اليوم نفسه. ثم في الثاني من الشهر الجاري أصدر مدير الأهراء تعميما إلى مالكي الشاحنات المحملة للحبوب يطلب منهم بدءا من الخامس من أيلول ضرورة لصق شهادة تعقيم هياكل الشاحنات على الزجاج الأمامي على ألا تتخطى مدة التعقيم الأسبوع الواحد، وذلك في انتظار صدور قرار التعقيم اليومي. سلسلة مذكرات وتعميمات لم تدفع بعض الشاحنات التزام قرار التعقيم الجديد، ما حتم التلويح ببدء أزمة قمح لرفض الخوري تعبئة أي شاحنة غير معقمة بالقمح. نقلة الزبالة عم تكون تقريبا 600,000 ليرة، وسعر نقلة القمح عم تتراوح بين 100,000 و100 دولار حسب، يعني أكيد بيغري صاحب الكاميون. مش عم بحكي عن الشرك الكبير، عم بحكي عن اللي عنده كاميون أو كاميونين، بيغري انه يروح يعمل له نقلتين زباله بالليل ويجي يكنس الكاميون تاني نهار ويجي يعمل ينقل قمح. هيدي البريكوسيون عم ناخذها، اما الاحتياط ما نحط حالنا بهذا الموقع. انه ليه ما بدنا نعقم كرمال شو؟ ما بدنا نعقم هلا ترى الساعه بدها مصاري، الوقت بدها 5 دقائق، المصاري ما بفتكر بتتخطى ال 50,000 ليره التعقيمه اذا بدنا نعقم. وانا ماني فارض التعقيم يومي، انتبهي عم اشتغل على مشروع تعقيم يومي راح يصير من هلا لشهرين تقريبا. هلا الشاحنات بتقول لك نحن نضاف ونحن معنا ملتزمين بالشروط والمواصفات. طب يعقموا، شو المشكله اذا عقموا؟ المشكله فيها كلفه، مين بده يتحمل الكلفه؟ قصه مبدئيه صارت، ما قصه كلفه ولا قصه شيء، قصه مين اللي عم بيعطي التعميم؟ كم وزاره؟ كم مرجعيه؟ من اصل 200 شاحنه اعتادت دخول اهراءات القمح يوميا لتعبئه حمولتها، 90 شاحنه فقط تقريبا استوفت شرط التعقيم، فيما بقي 110 خارج التحميل، فاين مفتاح الحل؟ حطينا مثل ستيكر دائره حمراء على الكاميون بتقول من 1 ل 300، هودي الكاميونات بس اللي حاطين ستيكر بحق لهم يعبوا من الاهراء. هل الستيكر مربوط برقم الهيكل تبع الكاميون؟ اذا حدا شافه برا عم ينقل اي شيء بحق له يغرمه. من ناشد هون القوى الامنيه، من ناشد كل المواطنين، ببلغ الاهراء كرمال تنعمل له بانينج عن السيستم، بنشيل اسمه عن السيستم. في رقم خاص رقم الاهراء، اما 1739 على وزاره الاقتصاد. لما ضلوا كل واحد على موقفه وطالت العملية أكثر من يومين ثلاثة أربعة أسبوع بده يصير في أزمة تموينية، من شان المطاحن ما عندك قمح كافي أو الخلطة اللازمة لتطلع الطحين المناسب لإنتاج الخبز العربي، الخبز العائلي. نحن نصر على إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء من شان يصير في مرجعية واحدة لإصدار هالتعميمات. برهن أنه يلا بكرة موسى يوم يومين ثلاثة بيزهق بيروق. لا، ما راح أزهق وما راح روق بكل بساطة، ما رح سيوي مع هذا الموضوع، رح تمشي فيه للآخر. ومن هنا المعادلة القائمة تختصر بحتمية التعقيم، وإلا فلا قمح. رشا الكرم، قناة الجديد.